طيبة مشاهدينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الحوار الاقتصادي. رغم الظرف المالي الصعب للبلاد الذي يتميز بقلة الموارد، لا يزال الطلب الوطني على السكن يشكل الانشغال الأكبر للحكومة المطالبة بتفعيل وتيرة البرنامج الوطني للسكن والتكفل بالاحتياجات الوطنية في هذا المجال. 1,000,000 وحدة سكنية مبرمج إنجازها في السنوات الخمسة المقبلة ضمن وعود رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي جعل من السكن إحدى قاطرات الإصلاح الاقتصادي المرتقب. تحدي كبير يفرض على القطاع اليوم تجنيدا أكبر للموارد والكفاءات من أجل تجاوز كل العراقيل المسجلة سابقا. تسريع إنجاز ورشات الصيغة السكنية المتوقعة، توفير الأوعية العقارية اللازمة وتفعيل مؤسسات الإنجاز، تسريع إنجاز المدن الجديدة وتحسين مرافقها هي ورشات كبرى تنتظر وزير القطاع الجديد الذي أوكلت له مهمة إصلاح أهم قطاع محرك للاقتصاد الوطني. ضيف برنامج الحوار الاقتصادي لهذه السهرة وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، وسيدور الحديث معه حول ملفات تمثل انشغالا هاما لآلاف المواطنين. سيد الوزير، مرحبا بكم وشكرا على تلبية دعوة برنامج الحوار الاقتصادي ودعوة التلفزيون الجزائري. سأعود إليك بعد قليل بعد أن نستعرض سويا ورقة تحليلية لزميل عمار حلاس حول واقع قطاع السكن، حول البرامج السكنية الموجودة حاليا المسطرة ومليون وحدة سكنية المنتظر إنجازها ضمن عهدة الرئيس لمدة 5 سنوات. سنتكلم أو سيتكلم زميل عمار حلاس عن مختلف الصيغ السكنية، عن أجل تسليم هذه السكنات وعن شركات الإنجاز. نتابع هذه الورقة التحليلية لزميل عمار حلاس ونفتح بعد ذلك النقاش. لا ينكر أي أحد ما تحقق في قطاع السكن في الجزائر خلال السنوات الماضية، ولا يمكن أن ننكر أيضا بأن أزمة السكن رغم كل هذا لا زالت بيننا تلقي اليوم بظلالها على قطاع استهلك في السنوات الماضية أزيد من 60 مليار دولار من خزينة البلاد. قيمة مالية لم تعد اليوم متوفرة لمواجهة الطلب المتزايد على السكن بكل صياغه، بعدما ضاقت الدائرة المالية للبلاد وشحت مداخيلها، لتبقى أزمة السكن هي الحلقة المستعصية التي تشكل شغلا شاغلا للحكومة الحالية. حكومة تواجه بشكل مستمر ضغط المواطن وحاجته المتواصلة للسكن، وتعيد بالتكفل بها ببرمجة الآلاف من المشاريع السكنية بصياغ جديدة. عشرات الآلاف من المواطنين لا زالوا ينتظرون مساكنهم ضمن برنامج عدل 2 وصياغ أخرى، ويتخوفون اليوم من انعكاسات الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد على ورشات الإنجاز، بعضها متوقف منذ أشهر بسبب غياب الأموال اللازمة لبعثها من جديد. تخوف مشروع وسكنة عدل 1 بعضها تعطل لأزيد من 15 سنة في زمن وفرة المال. ليتساءل الملاحظون، هل تتوفر اليوم الأوعية العقارية اللازمة لاحتضان البرنامج السكني الجديد للقطاع؟ كيف ستواجه الحكومة أيضا تمويل المشاريع السكنية المبرمجة؟ ومتى سيرى النور البنك الخاص بتمويل المشاريع السكنية الذي وعد به رئيس الجمهورية؟ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وعد أيضا بأن لا أزمة سكن في الجزائر بعد 5 سنوات من اليوم. التزام صارم وتحدي كبير يضع القطاع أمام امتحان صعب. قلة الموارد المالية والطلب المتزايد على السكن يفرض تجنّد كل الفاعلين في القطاع، ليس فقط لاحترام أجال الإنجاز، ولكن لاستدراك كل الأخطاء الناجمة عن الإنجازات السابقة. الاستعجال الذي يلازم ورشات الإنجاز وغياب صرامة المراقبة على الشركات المنجزة جعل بعض المساكن الجزائريين تفتقد للجمالية. قطاع السكن والعمران المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني سينفتح في المرحلة المقبلة على ورشات إصلاح عميقة
إنجاح البرنامج السكني الجديد للحكومة والصرامة في مراقبة شركات الإنجاز، تطهير السوق العقارية والإيجارية من فوضى السماسرة والمضاربين، كبح نفوذ أصحاب المصالح والمال وتخليص القطاع من مدهم في نهب العقار، هي وغيرها ملفات مفتوحة على مكتب الوزير الجديد السيد كمال نصري. ابن القطاع وأحد إطاراته الذين تدرجوا في مسؤولياته يتسلم اليوم تسيير القطاع، وهو العارف بمكامن العجز وأولويات إصلاح قطاع ينتظر منه الكثير. أي جديد يحمله برنامج الحكومة في مجال السكن؟ ومن أين سيبدأ الوزير كمال نصري ورشات إصلاح قطاعه؟ كيف سيواجه الوزير الجديد عقبات ورشات الميدان في ظل الراهن الاقتصادي الحالي؟ ماذا عن الشركات الأجنبية المنجزة؟ ما هي استراتيجية الوزير الجديد في التكفل بمناطق الظل التي صارت استعجالية اليوم؟ أي تصور جديد لتسيير المدن الجديدة؟ وماذا عن ورشات إنجازها في ظل الراهن المالي للبلاد؟ ماذا عن القانون 0815 الذي لا زال في أدراج الجماعات المحلية؟ وأي استراتيجية لمواجهة رداءة العمران في الجزائر؟ وأخيراً، أي بشائر أمل يحملها الوزير كمال نصري لآلاف الجزائريين الذين يتابعونه اليوم وقلوبهم تنتظر مفاتيح سكناتهم بفارغ الصبر؟ إذن على حد ما ختم به الزميل عمار حلاس، الآلاف الذين يتابعون اليوم البرنامج ينتظرون بفارغ الصبر تسلم مفاتيح سكناتهم، وهو ما نصب إليه من خلال مثل هكذا برامج. قبل هذا السيد الوزير نشكرك مرة أخرى على تلبية دعوة برنامج الحوار الاقتصادي. تكلم الزميل عمار حلاس في ورقته التحليلية عن التزام رئيس الجمهورية يضع الحكومة اليوم ومن خلالها قطاع السكن أمام امتحان صعب. يعني مخطط عمل الحكومة يتحدث عن 1 مليون وحدة سكنية جديدة مسطرة لمدة 5 سنوات. هل تملك الحكومة اليوم الآليات، الإمكانيات المادية والأوعية العقارية لتجسيد هذه المشاريع؟ تفضل سيد الوزير. شكرا سيد العوفي، مساء الخير. مساء النور. قبل أن أتكلم على 1 مليون وحدة سكنية جديدة، مخطط الحكومة الذي صدق عليه البرلمان بغرفته يتضمن العديد بالنسبة لقطاع السكن والعمران المدينة العديد من النقاط. يهتم طبعا القطاع بالتنمية البشرية، بحياة المواطن، تحسين حياة المواطن لجعلها كريمة أكثر. ثم البرنامج بحد ذاته عنده أولوية طبعا. سنعود إلى التساؤل عن الأمل، إذا كان فيه أمل. نعم، سنتطرق إلى كل النقاط المتعلقة بقطاع السكن. نعم. طبعا فيه أمل، يعني مباشرة في بداية الحصة نقول لك حقيقة فيه أمل. البرنامج يهتم بعدة نقاط قلت، من بينها هو تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الموجود حاليا. الموجود حاليا هو تقريبا قوامه 970 ألف وحدة سكنية، يعني ما يقارب المليون أيضا، ما يقارب المليون، ماشي حاجة قليلة. نعم بطبيعة الحال. في أكثر من 600 ألف في طور الإنجاز، وكاين 300 ألف لم تنطلق بعد لعدة أسباب. نحن بصدد حل هذه المشاكل، لانطلاق المشاريع. يعني فيما يتعلق بالأوعية العقارية أو الموارد المالية؟ الموارد المالية بالنسبة للبرنامج الجاري متوفرة، يعني متوفرة، ما فيهاش مشكل، يعني مرصودة. مرصودة، يعني نعم. ما فيهاش مشكل. يبقى بعض من هذا البرنامج حقيقة عنده بعض المشاكل بالنسبة للعقار، ولكن هذا يتعلق إلا بالمدن الكبرى ولا يتعلق بباقي مناطق الوطن. لكن معظم المشاريع متمركزة في المدن الكبرى سيد الوزير. لا أظن، ربما هذا ما يشوفه المواطن، يشوف عدد العمارات، ولكن إذا رجعنا للفترة السابقة 40%، أكثر من 40% من البرنامج هو برنامج ريفي. نعم نعم، سنتطرق إلى هذه النقطة. يعني كل الناس تظن أنه برنامج عدل هو أضخم برنامج، لكن في الحقيقة يمثل 17%. نعم. 17% فقط. 17%. نعم. يعني الآن بالنسبة للبرنامج الجاري، طبعا هذا من أولى
بين الأولويات لقطاع السكن في إطار برنامج الحكومة. طبعا يتطلب أيضا تعاون العديد من القطاعات، وبهذه المناسبة أشكر سيد الوزير الأول اللي راه يساند في القطاع لكي يتعدوا بعض المشاكل بالنسبة طبعا العقار وبالنسبة للطاقة أيضا. ما فيش غير العقار، نعم، بالنسبة للطاقة أيضا. الحمد لله اليوم كاين تنسيق جيد جدا مع مختلف القطاعات بمعية سيد الوزير الأول. طبعا هذه كل هذا البرنامج يدخل في إطار 54 التزام لرئيس الجمهورية، بالنسبة لبرنامجه الانتخابي. اليوم في الأولويات قلنا لازم نسرع عملية الإنجاز. نتكلم عن المشاريع الموجودة اللي راهي صيغة بصيغة، نعم، ولكن أكثر صيغة اللي يتقلقوا عليها الناس هي صيغة، نعم، البيع بالإيجار. نعم. هذا البيع بالإيجار لأني قلت عندها بعض الأيام عندنا 70,000 وحدة سكنية راح تنطلق الأيام القادمة. هذه عدن بالنسبة للعدل، يعني اللي مقلقين الناس لتمكينهم من اختيار الموقع، باش نتكلموا يعني بالتعبير لا اختيار الموقع. في نفس الوقت هناك بعض المواطنين يستناو المراحل المقبلة. عندنا 120,000 راح يختاروا تخصيص السكن بنفسه. 120,000 المستوى، وهذه العملية ستنطلق، وكالة عدل أعطينا لها تعليمات تنطلق في 7 مارس. لهذا أنا نقول كاين امل، نعم، بالنسبه لاخر الفيتي. اذا 7 مارس راح يتم برمجه 120,000 وحده سكنيه لاختيار لتخصيص المساكن، تخصيص المساكن، نعم، بالنسبه ل 120,000 مكتتب عبر التراب الوطني. تخصيص المساكن صار دير اختيار المسكن. اختيار الحي، اختيار لا الحي اختيار الان المسكن، يعني واش ما يعني واش من ايطاج هذه هناك 120,000 وحده. 120,000، نعم، يخلصوا الجزء الثالث، وهذا يعني ان عندما نلحقوا لهذه المرحله، نعم، 120,000 معناتها بالنسبه للانجاز لحقنا 70% الانجاز، يعني قعدوا 30%. 30% يكون في الشطر الرابع ان شاء الله باش يدين فتح. يعني هنا شحال يستنى المواطن المكتتب، يعني دخلنا في صلب الموضوع، باش يتحصل على السكن؟ على السكن يعني مر عمليه التخصيص، كم هي المده المحدده يعني للحصول على السكن؟ هي المده اللازمه لاكتمال 30% من المشروع، اي مشروع 30%. سا بون كومبيان دو تون؟ سا بون سا ديبون تو بروجي واش عنده، تو كونترا واش كاين، لي كونترا اللي كاين. اون اني دو زون نورمالمون، اون اني او ماكسيموم. هذه بالنسبه ل 120,000. نعم. لكن كاين ايضا، واليوم في هذه المناسبه حتى نبقى في الامل بالنسبه لاخر الفي تي ار، اليوم نبشر كل الجزائريين بان السنه هذه، هذه السنه سنه 2020 ستكون بامتياز سنه تسليم السكنات والاعانات بكميه لم نصل اليها الى حد الان. هذه السنه ننتظر تسليم 450,000 وحده سكنيه مع واعانه لكل مواطنين عبر التراب الوطني في 48 ولايه. يمكن الاعاده سيد الوزير؟ تتكلموا على 450,000 وحده سكنيه، واعانه ستسلم، واعانه بطبيعه الحال فيما يتعلق ستسلم المواطنين ان شاء الله، ستسلم في 2020. في 2020 الى غايه ديسمبر 2020. هذا الكم الهائل من بمختلف صيغ. ما نعطيك بعض صيغ. عندنا اكثر من 170,000 وحده سكنيه من صيغه العمومي الايجاري اللي نسموه السكن الاجتماعي، نعم، السوسيال. عندنا اكبر تسليم مشاريع عدل، عندنا اكثر من 150,000 وحده سكنيه من مشاريع عدل ستسلم هذه السنه. لهذا اخر الفي تي ار اعطاني الفرصه لاؤكد ان نعم فيه امل، فيه دائما امل. هذا مانيش نحسب المليون سكن اللي راح يجي في البرنامج الاتي في الخماسي القادم، واللي عنده خصوصيه بالنسبه لاستراتيجيه السكن، نعم، بالنسبه للقطاع. البرنامج الجديد سيحاول التقليل من الضغط على المراكز العمرانيه وعلى التجمعات العمرانيه والمدن الكبرى، نعم، لان ما يمكنش نقعدوا بهذه الطريقه نبنوا في هذه المناطق، وهذه المناطق العقار اصبح حقيقه صعب ايجاده من جهه، اصبح ايضا ضغط يعني فيما يتعلق طبعا بتلاصق هذه السكنات، حتى الحياه الاجتماعيه يعني تصبح، نعم، لان نحن نتعاملوا مع ماده اجتماعيه بامتياز. صحيح.
لذا البرنامج سيهتم أكثر بمناطق الهضاب العليا والجنوب والمناطق الجبلية، ويكون الصيغة التي طالبنا بها المواطنين وممثليهم على من نواب سنعتمد أكثر على السكن الريفي والتخصيصات الاجتماعية في هذه المناطق. نعم. نروح نقطة بنقطة سيد الوزير. نبدأ بالسكن الإيجاري العمومي LLP في البرنامج المسطر، أين وصلت العملية؟ كم عدد سكنات سكنات LLP؟ أظن قلت لي 170 مليون. لا 170. LLP هي صيغة جديدة نتكلموا عليها. LLP نعم. نهضر على LPL. LLP حبيت نقول. السكن اللي يسموه اللوجمون سوسيال. اللوجمون سوسيال. نتكلم على السكن العمومي. هذه السنة عندنا أكثر من 170 ألف وحدة سكنية ستسلم. نعم. وفي البرنامج في المليون وحدة سكنية، كم عدد ما هي الكمية المخصصة للسكن الاجتماعي؟ يعني لحد الآن ما زال ما وصلناش، لأن تتعلق بعملية أخرى، إحصاء البيوت التقديرية، إحصاء عملية نقوم بها مع زملائنا في وزارة الداخلية لإحصاء طلبات وغربلتها ودراستها بصفة عقلانية. عندما ننتهي من هذه النوع من الدراسات سنقوم بوضع البرامج لازم نقوم بها. البرنامج يعتمد أولا على مساعدة ذوي الدخل البسيط، ما نقدرش نقولوا لكل الناس، ولكن على الأقل العائلات ذات الدخل البسيط هي تكون عندها الأولوية. أقل من بالنسبة للسكن الاجتماعي لازم يكون مدخول أقل من 24 ألف دينار جزائري، ولكن هناك أيضا صيغ الإعانة. المواطن الجزائري في عدة مناطق يريد بناء مسكنه، إذا لازم نوجد له الأقل. إعانة تقدم له؟ الإعانة تنذكر أنها بالنسبة للهضاب العليا وباقي شمال الوطن هي ب 700 ألف دينار جزائري لطالب السكن، وهي بمليون دينار جزائري بالنسبة للمناطق الجنوبية. هذه هذا الاختيار في الحقيقة يعود إلى اختيار الشعب. نعم. المواطن اللي يريد، ولكن هو أيضا اختيار استراتيجي، لأننا لا يمكن أن نبقى في بناء سكنات في المناطق الحضارية ونخلي المناطق الحضارية تكبر بهذه الطريقة، لأن تسييرها يصبح مشكل أيضا في المستقبل. نعم. تسيير هذه السكنات الاجتماعية بامتياز مشكل كبير، فما بالك بعد أن تتنازل لزوبيجي على هذه السكنات من خلال بيع هذه السكنات؟ أين وصلت عملية التنازل عن هذه السكنات وكيف ستسير بعد ذلك؟ عملية التنازل ربما نفاجئك لم تكن ناجحة. نعم. نفاجئك لم تكن ناجحة. سنعمل على دفع بهذه العملية، ولكن في وقت من الأوقات لازم نحبس. ولكن عندما يشتري المواطن سكنه، المشكل في التسيير هو مشكل حياة اجتماعية، حياة طريقة حياة في العمارة. عندما نتكلم عن الحياة في العمارة فهي عندها قواعدها وعندها قواعدها الاجتماعية. العمارة تحتاج إلى تفاهم كل المواطنين وليحافظوا على العمارة. نعم. يعني خلق ديسانديك مثلاً. ديسانديك. نعم. وكاين القوانين أصدرناها، كل التنظيمات أصدرناها، اليوم ما زال ما قدرناش نفعلها بطريقة مع مختلف سكان الأحياء. هناك بعض التجارب الجريئة في الأيام القليلة الماضية، خاصة في بالنسبة لبعض المشاريع التقوية العمومية. ولكن أنا نظن مع برنامج الحكومة وعندنا مع المؤسسات الناشئة والستارتب، أنا نظن هناك العديد من النماذج في العالم يمكن أن شبابنا بالنسبة للستارتب والمؤسسات الناشئة ياخذوا في حضنهم هذا المشكل ويقدروا يديروا النظام، يخلقوا مؤسسات صغيرة تهتم بتسيير هذه الأحياء. ولكن على المواطن أن يشارك، لا يمكن أن تكون لا. نعم. لازم نفهموا. نعم. المواطن نقولوا الحقائق. نعم. تفضل. لازم نقولوا الحقائق. ما يتكلش على الدولة راح تخلص له. لكن وش يقول لك المواطن السيد الوزير؟ أنه أنا رغم أنني اقتنيت سكن إلا أنني ما زلني ندفع لي شارج، يعني يبقى يخلص في لي شارج لزوجي. طبعاً.
في كل علم فيه لي شارج تاع لو بي جي طبعا. في كل علم عندما تعيشي في اختها ورده في, نعم. في العماره, العماره فيها اجزاء مشتركه, فيها سلالم, فيها كهرباء, فيها, لكن تدفع لو بي جي, لانه واش يبقى دور لو بي جي؟ لان لو بي جي, لان لو بي جي هو المسير. يمكن ان يكون المسير هو المواطن نفسه. يعني كجمعيه عامه في سانديك, نعم. جمعي يتلاقاو في جمعيه عامه يعينوا رئيس ولي شارج, لكن هنا لي شارج يروحوا لسانديك, ما يروحوش للوبي جي. طبعا اللوبي جي يروحوا ليه باش يخلص, باش يقوم بعمليه الصيانه للعماره لي طونشيتي المسكه او غيرها, مثلا لي سباس انفيرونمون داك لاميناجمون اكستيريور. هاد العمليه تحتاج الى اموال, تحتاج الى مصاريف. المواطن ينتظر دائما يقول انا اين السلطات العموميه ما شافت فيها, لكن السلطات العموميه شافت فيه وعطت له سكن. اليوم عليه ان ياخذ مسؤولياته ويسير حياؤه ويخلص لي شارج هذوما, لازم يخلصهم لكي نحتفظ بهذه المساكن وهذه الاحياء في ظروف صحيحه وجيدة. نعم, هذا فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي. فيما يتعلق بالصيغة السكنية الجديدة اللي تكلمت عليها منذ قليل, LLP, صيغة إيجارية بامتياز, إيجار عمومي. هل يمكن هذا في بلدنا اليوم؟ وإحنا تعودنا يعني كمواطنين أننا نقتني سكن, ولما الإنسان يدخل السكن تاعه ما يعود يخرج منه سيد الوزير. بالنسبة للإحصائيات, لما كنت كلمتك على سألتيني على كم عدد من السكنات الاجتماعية في المرة من جديد, قلت لك لازم ننتظروا دراسة اللي نديروها مع وزارة الداخلية. نعم, لأننا من بين أكبر المشاكل اللي نعاني منها هي الإحصائيات. نعم, الإحصائيات دقتها وصحتها مع الأسف هذه الإحصائيات تنقصنا كثير. ربما عملية الإحصاء العام للسكان والسكن نحن قم بها الحكومة, أي شرفها على هذه السنة. نعم, واللي ينتظرها كل قطاعات تنتظرها, كل إخصائيين, كل الباحثين في الجامعة, كلنا ننتظر نتائج هذه الإحصائيات, لأنها من خلالها ستكون عندنا نظرة استشرافية بالنسبة للمستقبل. ولكن مع ذلك أنا نقول لك بصفة عامة, البرنامج الكلي إلى حد الآن 30% منه هو اجتماعي, و70% هو برنامج تدخل به الدولة بإعانة مالية, واستطعنا في المرحلة السابقة أن نقنع المواطن الجزائري أن يشارك في بناء سكنه أو في تمويل بناء سكنه. العملية حقيقة هي عملية اكتساب أو الملكية لهذه السكنات. والعملية الأخرى 30% هي سكنات إيجارية في إيجار رمزي, رمزي جدا, يعني 1000 ولا 1600 دينار للمسكن الواحد. مع الأسف حتى 1600 دينار الجزائري المواطن الجزائري ولا نفهم لماذا يتصرف بهذه الطريقة. حوالي 39% لا يسددون الإيجار, لا هناك إلا 39% يسدوا, الباقي لا يسددون الإيجار, لا الإيجار ولا الشارج اللي كنت تكلم. هل هناك إجراءات ردعية مثلا هناك من قبل زوبيجي؟ نعم, هناك العديد من الإجراءات, ولكن يعني أقول لك الأخت وردة, احنا نتعامل مع مادة اجتماعية. والمواطن تعود أنه يقوم باحتجاجاته في كل مرة تكون فيها نتائج. إجراءات تريد أن تضع الأمور في نصابها. نظن اليوم جزائر الجديدة, اليوم لحقنا اليوم باش نتكلموا بطريقة شفافة, بطريقة صريحة, لأن العدل في التعامل مع هذه القضية, العدل حلو ومر, لازم نتكلموها بكل صراحة. المواطن يشوف فينا اليوم هذه كلها مجهودات المجموعة الوطنية. لابد أن نثمنها, ولازم مش نستعملوها ونستغنوها ونروح في الأنانية التي لاحظناها في السنوات القليلة الماضية. المواطن في ميدان السكن أصبح يتصرف بأنانية مفرطة لا تخدم لا المجتمع الجزائري ولا تخدم هذه البرامج التي تريد من خلالها الدولة الجزائرية أن تسهل الحياة على المواطنين وتضع له إطار معيشي محترم.
نفتخر به على مستوى حتى الدولي. اليوم لابد أن المواطن الجزائري والعائلة الجزائرية تفهم بلي كاين مواطنين محتاجين أكثر من غيرهم، وهاد المواطنين المحتاجين هما اللي جزء أولوية. اليوم لازم نتكلموا معهم بكل صراحة. المليون سكن اللي راح يجي جديد 65% منه راح يروح للمناطق التي تكون فيها مناطق ظل، وهنا بالمناسبة وهن التلفزيون على الريبورتاج اللي قدموا، لأن قاس الإحساس وقال قاس ضمائر الجميع. حتى المواطن لازم، حتى المواطن العادي هو اللي يحس به هو الأولاني، لأن منطقة الظل عندما قعد، لأن كاين المواطنين باحتجاجاتهم بضغطهم يظنون أنهم حلوا مشكل، لكن المشكل اللي حلوه مشكل فردي، وإحنا نحلوا مشكل الجزائر، مشكل المجتمع الجزائري. يعني نحلوا مشكل الجزائر، هل الالبي يقدر يكون جزء من الحل؟ الالبي هي صيغه فكرنا فيها، والنصوص التنظيميه تقريبا خلاص كملناها، لازمنا نذكري مرسوم. هي صيغه من صيغه، وقلنا في الحقيقه لابد ان القطاع الخاص والعام، قطاع الترقيه العقاريه لازم يدخل في مجهودات الدوله الجزائريه في بناء السكنات. الفكرة هذه هي. نعم. عندنا 9000 مرقي حاليا، مرقي عقاري لازم يكون عنده سوق. السوق الوحيد عند المرقي العقاري ما عدا الال اس بي والال بي يعني الترقاوي المدعم. عنده الترقاوي الحر، وكي تشوفوا الاسعار تاع الترقاوي الحر يعني الاسعار وحتى حتى تجاوزات تجاوزات مرقي العقاري. نعم. هذا موضوع قلنا هذا عندنا العديد من المرقين العقاريين يعني دي بروفيسيونيل. نعم. صح حقيقه. لازم نعطيو لهم فرصه. لان كي قلتي كما قلتوا في الريبورتاج. نعم. السكن او البناء بصفه عامه هو عجله من عجلات التنميه، عجله مهمه من عجلات التنميه، محرك للاقتصاد، محرك الاقتصاد. والمرقي العقاري هو جزء من عناصر الاقتصاد الوطني. احنا قلنا بصفه مبسطه، اذا كانت ما كانتش نطلبوش من الدوله اموال في الخزينه العموميه، على الاقل الدوله عندها كنز اخر هو يسمى العقار. لان اذا كنت احتجتي تبني سكنات كاين مشكلين لازم يتحلوا. المشكل الاول هو العقار، توفير العقار، الوعاء العقاري. ثانيا توفير التركيبه الماليه، شكون يخلص؟ بالنسبه للعقار، اذا كانت الدوله عندها في مناطق معينه، ليس في كل المناطق، في مناطق معينه عندها عقار ملك خاص للدوله، تدخل كشريك. طبعا الدولة مهمتها هو مهمة عمومية اجتماعية طبعا، ولكن المرقي العقاري هو مؤسسة اقتصادية تجارية لازم يخدم ويربح. إذا هذا الإجراء، هذا الصيغة مش راح تتحملها الدولة لوحدها طبعا، يعني راح يدخل فيها عقار مرقي عقاري وهو اللي يتصرف بالكراء بعد ذلك. لا أسنى. نعم. الفكرة كيفاش دايرة؟ تدخل الدولة بالعقار بالأرضية، هو يبني مجمع سكن. نعم. نقول نفرض أن المجمع فيه 100 سكن بتجهيزاته طبعا. نعم. القضية هو أنه يقدر يحكم 50 أو 60 سكن يتصرف بهم بطريقة تجارية ويبيعهم ويربحوا ربي هنيه، مع كل ما كان محلات تجارية وخدماتية. وفي العملية لازم الدولة أو السلطة العمومية تأخذ نسبة من هذا المشروع تخصصه لإيجار، ولكن هنا لازم نقولوا شكون هما الناس اللي يقدروا يأجروا. نعم. فوسيبلي لازم نهضروا بالسيبلاج. نعم. اليوم ما قعدناش في التحويلات الاجتماعية، ما قعدناش. نعم. بالتحويلات الجماعية، لازم نلحقوا للسيبلاج كما رانا نخدموا بالنسبة للسيبلاج بقية المواد، بقية الخدمات، خدمات الدولة. نعم. إذا كانت نقولوا 24,000 دينار جزائري كمدخول للعائلة الجزائرية، الأسرة الجزائرية، وما أقل يروح للرجم السوسيال. نعم. ويكون عنده طبعا هنايا كرا ديريزوار يبقى عندنا أكثر من 24,000 دينار جزائري، إلى ربما نديروا حد أقصى أنسي. وحنا هنا نسيبليو العائله الجزائريه او الاطار الجزائري او الطبقه المتوسطه
ونوفروا لهم سكنات بإيجار معقول جدا بالنسبة للسوق الموازية أو السوق الحالي. نعم. اليوم عندنا الإيجار يتراوح بين 40,000 و 50,000 دينار جزائري. نعم. ربما أقل في بعض المناطق. نعم. إذا كنا قدرنا نديروا برامج ويكون عندنا الإيجار فيها أقل بين 8,000 10,000 إلى 15,000 دينار جزائري بالنسبة لعائلة عندها مدخول تاع 60,000 دينار جزائري أو 80,000 دينار جزائري، هذا شيء معقول جدا. نذكر أن لا شارج تاع لا لوكاسيون لا شارج دو لوجمون بالنسبة على المستوى الدولي يمثل تقريبا 30% من مدخول الأسر. صح. على المستوى الدولي. صح. احنا عندنا هذه الأرقام، هذه المؤشرات لازم نكونوا مع هذه المشاركة، لكن بالنسبة للجزائري أقل بكثير بالنسبة. نعم. للدول الأخرى، احنا أقل بكثير. هذا جزء، ولكن سوق الإيجار لا نتطرق له إلا بصيغة جديدة على البي، لأن لا أظن أنها ستكون صيغة يعني طبعا المرق العقاري لازم يدير حسابه في أي منطقة راح يبني، إذا كانت. نعم. منطقة ما راحش يبيع فيها ما راح يبنيها. صحيح. طبعا لازم نكونوا. إذا يبقى مشروع لم تحدد معالمه بعد لحد لا الآن. محددة هي معالمه يعني، لكن الآن في تطبيقه. نعم. في تطبيقه سيخضع إلى هذه الكريتير ايكونوميك عند المرقة العقارية وعند طبعا عند السلطة العمومية اللي راح حابة تدي جزء من السكنات وتكره للمواطنين. الألبيا مشروع منذ 3 سنوات تم إطلاقه، يعني لحد الآن ما شفناش بوادر هذا المشروع. مشكل الأوعية العقارية، صيغة يعني مش واضحة المعالم. هي في الحقيقة صيغة، هي صيغة قديمة هل جديدة. هي يعني ال LSP un peu élargi. نعم، هي بدأت في ال LSP. نعم. هي بدأت في ال LSP. بدأت في ال LSP. ال LSP تطور إلى ألبيا في. نعم. الحقيقة وش معناتها LSP ألبيا؟ ما هيش تغيير الاسم فقط. كانت بعض الأشياء النظامية التنظيمية تتغير بالنسبة للألس بي القديم إلى الألبيا، ولكن بعد التجربة نذكر بأن الألس بي والألبيا قدرنا أن نوفروا في السوق الجزائرية 460,000 وحدة سكنية، والحمد لله الناس سكنوا. نعم. سكنوا بطريقة الحمد لله، ولكن العملية في 460,000 وحدة سكنية قعدت لنا مشاكل عديده بالنسبه. تقريبا لحد الان عندنا تقريبا 14,000 وحده سكنيه فيها مشاكل كبيره. نعم. على غرار بارتيجاك. نعم. مثلا او غيرها في سيدي بن. نعم. عباس. نعم. الناس تنتظر منذ 15 سنه. هي في الحقيقه العمليه هي عمليه مرقين عقاريين مع سلطه عموميه. نعم. وزاره السكن كوزاره هي تمد لي كونسيبت، تمد البرامج، تمد الاعانات، ولكن وقعوا فيها مشاكل، والمشاكل صعبة جدا للحل. ما هو الحل اليوم؟ يعني كيف راح نخليوا هؤلاء يدفعوا أموال وراهم يدفعوا في الأقساط للبنوك يعني؟ صحيح. هي هذا العدد يعني كي تجي تشوفي 14,000 مع 460,000 يعني نسبة ضئيلة، ولكن 14,000 عائلة بتبقى 14,000 عائلة متضررة يعني. متضررة. نعم. احنا السلطة العمومية تحل في هذا المشكل حالة بحالة، كل حالة تختلف عن غيرها. بعد تحليل الوضعيه تاع ال اس بي وال بي عاودنا جينا في 2018 عاودنا درسنا كل هذه الصيغه وجبنا تنظيم جديد، تنظيمات جديده تسمح لنا بمواجهه اي طارئ غدوه يحدث في هذه الصيغه. على هذه درنا مثلا التمويل كله يجوز عند الصندوق الوطني للسكن. نعم. خلاص ما كانش التمويل يجوز عند المرقي، كان باتيجاك ولا غير باتيجاك. نعم. لان اليوم باتيجاك ادى دراهم، اليوم نحبوا ندخلوا باتيجاك ما عندوش الدراهم وخلى المواطنين حاصلين. هم دائما يجونا حتى يعني ما يقدروش يواصلوا وحدهم هذه البنايات. هي في الحقيقه هي عمليه تجاريه، وكان نكونوا كل واحد فينا انا لكن الاس بي فيها دعم الدوله يعني. فيها. نعم. نعم. دعم الدوله، والدوله حاضره في الدعم تاعها، ما كانش مشكل. ما فيش رقابه على هؤلاء المرقين. فيها رقابه، ولكن كي تنحيه المرقين نقولوا لحقنا الوقت وين خلاص الولايه قررت ان هذا المرقي متخاذل ما يقدرش يحل المشكل، لازم تنحي له المشروع. المرقي دار امواله الخاصه في المشروع، الدستور يحمي الاموال الخاصه، يحمي الاملاك الخاصه لانها اصبحت املاك خاصه، ولكن في نفس الوقت نقولوا خلاص يا سيدي لحقنا ونحينا. نحيه واش؟ نحيه التراب ونحيه المشروع.
القضيه وين راهي؟ شكون اللي يكمل المشروع؟ اذا كان دار اموال على الناس وحتى المواطن نعم. المواطن يعني حتى كاين اللي يدفعوا له عن طريق اللي يدفعوا ما عندهمش الحق يدفعوا. لماذا؟ لان لازم يدفع لازم يكون عنده في اس بي، لازم يكون عنده انفولتشر بلان، عقد موثق. إذوك هي المواطن اللي راح تفوت يعني في الدائره، تفوت في لا لا تفوت حقيقه، مش فقط على مستوى المرقي العقاري هي يعني هي داخل الدوله جزء في هذه العمليه طبعا يعني نعم. نقول لك الدوله عندها ديجا عندها اعانه وعندها الارضيه الدوله تدخل بالاعانه بالارضيه زائد لجنه ولائيه تعتمد نعم. لكن عندما يجي المواطن يدفع مع المرقي ويروح عنده باسكو حبيبه باسكو صاحبه يبدلوا دراهم والجهاز لا يحتمل هذه الاشياء، اذا اختل المشروع نعم. المواطن يقول لك انا دفعت له نعم. الاموال احنا ما نصيبوش هذا الاطراس، المرقي خلاص راح كان اللي دخل للسجن نعم. كان اللي توفى، المرقي توفى والورثه ما قدروش يكملوا المشروع يعني كان صندوق الضمان هنا مش طرف. صندوق الضمان عندما يكون المشروع مضمون مضمون مسجل عند الافجياء صندوق هل الضمان. هي اليوم مفروضه انه يسجل؟ مفروضه طبعا نعم. ما كاش مواطن يمشي المشروع ترقاوي مدعم نعم. او ترقاوي حر نعم. يعني هذا دائما نقولها للمواطن المستحيل يعني خطر كبير انه يروح يمد امواله الى مرقي وهذا المرقي ما يكونش ضامن المشروع تاعه، ولكن الضمان يضمن الا القيمه المودعه لا يضمن المشروع. ما كانش احنا اللي يهمنا هو المشروع نعم بطبيعه الحال، هذا اللي يهمنا. لكن الال بي جديد درنا اجراءات بطريقه ما نعاودوش نطيحوا في هذه المشاكل، ما نزيدوش نطيحوا فيها. اولا الاموال كلها تجوز على سيانا. ثانيا ما كاش مشروع بلا ما يكون عقار صافي. نعم. نقول بيا عقار صافي لان يمكن يكون عندك عقار لكن ماهوش صافي، هو كل ما يكون عنده لان ما نلزمش نظلموا ثاني المرقين تعذبوا، الاداره ايضا كانت وراء لكن اجحفوا في حق المواطن. نعم يعني هم اجحفوا ولكن حتى هما يعني هذا التزام سيد الوزير، هذا التزام وعليه ان يتحمل المسؤوليه حتى نعم. هما الانسان يكون صريح ايضا حتى هما عندما تسمعي المرقي، المرقي يقول لك انا عندي ثلاث سنين ما عطاونيش عقد الملكيه تاع تراب وما عندوش عقد مشاكل بيروقراطيه الملكيه تاع تراب ما يقدرش يدير البيرميت كونسوير رخصه البناء، هذه كلها مشاكل هو ما يقدرش بدون هذا الوثائق ما يقدرش يدير لافونتور بلان، المواطن يضغط عليه ويضغط عليه يدي عليه اموال، يعني كاين يعني من جهه المرقي ولكن كاين من جهه مشاكل مع المواطن ومن جهه مع الإدارة. هل هناك استراتيجيه لوضع حد لهذه الفوضى؟ وضعنا حد لهذه الفوضى وعندنا 120 ألف وحده سكنيه راهي على مستوى الولايات ما مشاتش مليح الى حد الان منذ 2018 فيفري 2018 عندنا تقريبا 40 ألف وحده سكنيه راهي في اطار الانجاز، يبقى ما نفهموش كيفاش مازال ما عينوش المرقي العقاري، كيفاش ما عينوش المستفيدين، يعني هذه كلها مشاكل، لان تعيين المستفيدين يعني هناك الغربله، هناك البطاقيه الوطنيه للسكن، هنا كان تاخر كبير بالنسبه للسلطات المحليه، وانا كنت راسلت جميع السيده والساده الولاد لتفعيل هذا البرنامج، ما نقدرش نصبر اكثر من هكذا. نعم تفعيل البطاقيه هذا امر مهم جدا، البطاقيه طبعا البطاقيه اللي عرفت تراجع نوعا ما، هي بطاقيه نعم. منذ كاين بزاف الناس يتكلموا يقولوا هذا دا ساكن وهذا دا اثنين وهذا دا ثلاثه، هي منذ 2012 نعم عندما تفعلت البطاقيه الوطنية. الفيشي ناسيونال دو لوجمون كان من احسن الادوات نعم. التي سمحت لنا باسكو اون شيرش ليكيتي نحوسوا العداله بالنسبه للاستفاده بالسكن، وهذه البطاقيه سمحت لنا بوضع استراتيجيه لاباس بها نعم. وكان التحقيق والمراقبه لاباس بها، لكن وحدها ما تكفيش. صحيح. على هذه السيد رئيس الجمهوريه ذكروا في لقائنا اللي درناه الحكومه مع الولاد نعم كان قال لابد ان نفعل من نعم. جديد البطاقيه، وفي حق تفعيل البطاقيه هو الجزء الذي تعتني به وزاره السكن ولكن غير كافي نعم. لان اليوم بطاقيه فيها 8 ملايين تقريبا تسجيل 8 ملايين تسجيل 8 مليون دو داتا كي كونسيرن لي فام اي لي زوم كي اون بينيفيسيي دو دان لوجمون ايدي باغ ايدي او ورث رورال او ما يهمش، لكن عندنا الجزء الثاني وهو الناس اللي يجي يقول لك ما عنديش لازم تتاكدي لا عنده ولا ما عندوش نعم. هنا لازمنا لي كونسيرفاسيون فاسيال لي دومين لي دومين نعم. وهنا عندهم
يعني عدد كبير من المعطيات نعمل اليوم مع وزارة المالية على تحيين هذه المعطيات على أولا رقمنة هذه المعطيات. نعم. أولا أول شيء لأن الرقمنة في كل الميادين. نعم. ليس نعم. في السكن هي تحل المشكل، هي راح تحل إن شاء الله المشكل. نعم. هذا الرقمنة نظن احنا عندنا تقريبا موعد في 4 شهور أو ماكسيموم. نعم. نديروا هذه الرقمنة تاع يكون عندنا الفيشي ديالنا، الفيشي تاع الكونسيرفاسيون فونسيير ماشي غير هكذا. نعم. كاين الفيشي اوسي تاع الكناص. نعم. وعلى الكناص. نعم. لان ما نعرفوش المواطن الجزائري عنده كاين بزاف عمليات الغش. يقول انا ما عندي، عندي صفر دينار ك ك ك ك كمدخول، هو في الحقيقه ما عندوش صفر دينار وين يا با انكور كسا. كاين كاين مع وزاره الداخليه نعملوا مع البطاقيه تاع الحاله المدنيه. نعم. كاين اللي يقول بكل صراحه يعني ربما نضحكوا لهم. نعم. كاين يقول انا ماشي مزوج، الا يقول مانيش مزوج يديكلاري. نعم. ماشي مزوج الا لانه يعرف بان اذا كان مزوج لازم يدير مراقبه تاع الزوجه ديالو. نعم. هذه الاشياء سوف تكون في الجزائر، الجزائر الجديده سوف تكون محل متابعات حتى قضائيه باش يكون المواطن يسمع فيها. اليوم ما نقدروش نقعدوا بهذه الطريقه. الغش ما نقدروش نزيدوا نسمحوا فيه، ما نسمحوا بطريقه باي صفه من الصفات. ربما مع عمليه الرقمنه كل التصريحات الكاذبه ستكون محل تجريم ونحاربوها. نعم. محاربوها بشده. نعم. نعم. تكلمنا على الصيغ وما تكلمناش على السكن الريفي اللي يمثل نسبه معتبره جدا من مجموع الصيغ السكنيه. ما هو الجديد؟ هل ستدعمون اللي تكلمنا عليهم السيد الوزير فيما يتعلق من سكان مناطق الظل اللي يعانيوا كثير من التهميش ويعني عدم توفر اي مرافق ضروريه؟ هل راح تساعدوهم اليوم تعطيهم حقهم في طبعًا. هذا السكن الريفي حتى يعني نتفاداو ليكزود السيد الوزير؟ نعم. ماشي غير نعطي لهم حقهم. نعم. نقول لهم من دوكم يسمعوا فيها عندهم الاولويه. نعم. السيده والساده الولات وكل رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات كلهم عندهم التعليمات ان هاد الناس عندهم الاولويه القصوى. لازم نعاودوا نرجعوا العداله في 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 تخصيص الجانب الاجتماعي والاعانه تاع الدوله بالنسبه للجانب الاجتماعي لهاد الناس، لان حين نروحوا باولويه الاولويات. الناس هذوما نقول لك في البرنامج سنخصص حوالي في المليون سكن حوالي 650 الف اعانه الى كل هاد الناس. رقم مهم جدا. رقم مهم جدا في البرنامج. منها المناطق الجبليه. نعم. منها مناطق الهضاب العليا. ومنها مناطق الجنوب خاصة الجنوب. نعم. هذا البرنامج راح يسمح لنا على الأقل في ميدان السكن فقط. راح يسمح لنا بالتكفل بهذه الفئة من المواطنين. ولكن السكن لوحده لا يكفي. نعم نعم. لازمهم مرافق. لازمهم مرافق. نعم. لازمهم تهيئة. نعم بطبيعة. لهذا لازم يكون برامج السكن متوازية مع البرامج التنمية الأخرى. واليوم كنا وعندنا تعليمات من عند السيد رئيس الجمهورية. نعم. بالنسبة لكل الوزارة لكل الطاقم الحكومي، وعندنا أيضا تعليمات من السيد الوزير الأول أن مناطق الظل هي مناطق لابد نديروا فيها خارطة. نعم. العملية جاري حاليا بالنسبة لكل الولايات أننا نديروا خارطة لكل مناطق الظل، هكذا أولا نزورهم. أولا نعرفوا احتياجاتهم ونتكفلوا بهم بالنسبة للسكن. بالنسبة للتهيئة، بالنسبة للماء، بالنسبة للكهرباء إلى غير ذلك. يعني تعطيهم إعانة فيما يتعلق بالسكن. بالسكن. وترفقوا لهم كل ضروريات الحياة اللي تكلمنا عليهم. واش قدرنا نديروا؟ يا لو كان نديروا، يا لو كان نديروا كما قال السيد رئيس الجمهورية، لو كان نديروا أون كلاس. يعني قاعة واحدة وما يروحش الطفل الجزائري مسكين يروح يتنقل في ظروف صعبة جدا في الأمطار وفي حتى شدة الحرارة. صح. تكلمت يعني على كل هذه المرافق، يعني وش لازم يرافق هذا المساكن اللي نمدوها كسكن ريفي. نعود نرجع لك فقط لعدل، وين كاين كثير من السكنات اللي مازال ما زودناهاش بغاز المدينه على غرار ما حدث في بوينان. ربما تاخرتم في توزيع هذه السكنات. صحيح. لانه كاين مشكل تزويد بالغاز،
أظن عندكم وعد من وزير القطاع وزير الطاقة أنه يحل هذا المشكل في أقرب الأجل. لا صحيح بوينان حقيقة وهذه أعطتني فرصة. نعم تفضل. مكتتبين عدل كل يوم احتجاجات كل يوم احتجاجات. أنا نقول بكل صراحة الاحتجاج عندما الإنسان يقدم يعني يعبر على احتياجاته أو على تذمره يعبره خطرة واحدة. لكن احنا كي ما يكونش عندنا حل أنا أقول دائما بكل صراحة فاقد نعم. الشيء إلى يعطيه بطبيعة الحال. وكانت هذا الكلام كل مرة نتكلموه لكن مع الأسف هناك بعض المكتتبين باستعمال الفيسبوك والفضاء الأزرق بصفة عامة يستغلوا العديد من لا ديتريس تاع لي سيتويان كانت فيها قضية بوينة حقيقة. نعم. ما نقدروش أنا نقول لهم يقعدوا يغضبوا ويقعدوا في كل مرة يحتجوا ما نقدروش نسكنهم إذا ما كانش فيه هناك طاقة يعني لا التهيئة ما كانش نعم. مشكلة لكن الغاز غاز وكهرباء مستحيل نقنا احنا التعليمات اللي اعطيتها لكل المسؤولين على اصحاب المشاريع وكالة عد وغيرها نعم. حتى بالنسبه لدوائر الترقيه والتسيير العقاري عندهم تعليمات صارمه ان لا يمكن ان نسمح باسكان الناس وما تكونش كملنا يعني كل القنوات وكل الشبكات تكون مرتبطه مستحيل. اصبنا بعض القنوات التلفزيونيه ونشكرها اللي ورتنا بعض المشاكل في النوعيه ورتنا بعض المشاكل نعم في نعم كنت حنتكلم يعني لك على هذا لا أنا في نعم. بكل صراحه أنا يعني فقط قبل ما نروحوا لهذه النقطه سافا بروند كومبيان دو تون باش تزودوهم بالغاز وتمنحوا لهم هذه السكنات بالنسبه هي استلف عندنا عندنا صبنا حل بالنسبه تقريبا 7000 وحده سكنات نعم 7000 كنت اجتمعت مع زميلي سيد وزير الطاقه ونشكره نعم من هذا المنبر على تفهمه وعلى هو والسيد رئيس المدير العام لسون الغاز اللي الحق ضافرت الجهود على ماكسيموم 3 موا و 3 موا و 1/2 يسكنوا ان شاء الله هذا البرنامج اللي سموه اللي عرفوه 5000 مسكن بالنسبه لبوينان راهم شافوا المواطنين المدير العام وكاله عدل استقبلهم الحمد لله. ولكن في كل مره عندما يكون الحل هيك لابروف يكون إذن نعطي لهم الحل. إذن معلومة أخرى أنه هادو اللي ما سكنوش وينتظروا السكنات نتاعهم في غضون 3 شهور ونص أو 4 أشهر على أقصى يسكنوا في بوينة يعني الصيف القادمة بحول الله يكونوا ساكنين في بيوتهم. إن يا باكو نعم كاين بعض ايضا ما عندناش هذه اللي خلقت يعني لا احنا ما عندناش غير العاصمه نعم. احنا ما عندناش غير العاصمه نعم. البرنامج يعني ماهوش العدد العدد ضخم في بوينان استلف وحده سكنيه اليوم سي انورم اليوم اشكره على ذلك السيد الوزير الاول نعم. جمعنا في مجلس وزاري مشترك لحل حاله هذه المشاكل نعم. من بينها مشكل العقار ومن بينها مشكل تزويد بالطاقه نعم. كهرباء او غاز او لأن كنا نشوفوا كثير من السكنات سيد الوزير تبنى لسنوات يعني واجدة منذ 10 سنوات خصها البيابيليزاسيون خصها الطرقات خصها الكهرباء خصها الغاز خصها الماء يعني وتبقى حتى ترشى هذه السكنات ولا تسلم لأصحابها لاحظنا خاصة فيما يتعلق بالسوسيال الحق نعم. حتى 370 ألف وحدة سكنية مبنية ما فيها نعم تاني. نعم في 2012-2013 وكان حقنا ما تنساوش بلي لحقنا تاني في مراحل نعم. مراحل 2016-2017 كانت مرحلة صعبة جدا صحيح وجوزناها الحمد لله نعم. النتائج اليوم إذا كنت اليوم بشرت المواطن الجزائري نعم. أنه أو في 48 ولاية نعم. أن 450 ألف وحدة سكنية وإعانة ستوزع هذا السنة لأن كانت فيه مجهودات كبيرة في 2012-2013-2014-2015 في بعث المشاريع بصفة لهذا اليوم بصفة عقلانية رانا هذه ثمار المجهودات تاع الانطلاق في المشاريع تاع السنوات 2013 طبعا لا يبقى حقيقة يبقى مشكل النوعية يعني اللي تكلمت عليها مشكل النوعية يعني قلت لك في مشكل النوعية احنا عندنا ربما مش موجوده بنفس الحده في السوسيال كما نوجدها مثلا في لاديال هي في الحقيقه يعني السوسيال مبني والله في العظيم بجوده احسن لا الحالات التي نعم. هي حالات حقيقيه نعم والوزاره في كل مره جندت وقامت بدورها بخبرائها بموظفيها وحلينا المشاكل في نفس الوقت درنا طريقة ان وضعنا لجنه فنيه في عبر كل ولايات 40 ولايه نعم فيها العديد من
المتدخلين من مدير سكن، مدير روبيجي، مدير عدل، ايتترا. هذه المجموعات او الفرق التقنيه مهمتها هي الدور على كل المشاريع. ما كاش مشروع يلحق للتوزيع، نشوفوا اولا هل النوعيه مطابقه لدفتر الشرطه. نعم، لكي تشارج. العمليه عندها دوكت بعض الاشهر نعطيك النتيجه ديالها، او كانوا قالوها لجنه الخبراء، كانوا داروا ان كونفرنس دو بريس باش يجاوبوا يعطيوا المواطن الجزائري النتيجه. من بين 3800 مشروع، نعم، ما يعادل تقريبا 580 الف وحده سكنيه. نعم، في 3800 مشروع 5% عنده تحفظات فنيه. هذا ما كان 5%، ولكن عندما ترى بعض الصور، الصور انت يا كاعلاميه، نعم، كيف الصور، الصوره ماذا تفعل؟ نعم، بالنسبه ل الذي ما تحتاجش لتعليق، ما تحتاج لتعليق، هي حقيقه. نعم، شفنا في عين صفراء، نعم، شفنا في 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 برج منين، نعم، وين التهيئه كانت ما انتهتش بالنسبه ل ان بلوك ودو، لكن حقيقه نعم شفنا حتى داخل المنازل وين لابغيك تتكسر. نعم، ساعات كاين الحالات هذه عندما تشوفي النسبه بالنسبه للبرنامج الاجمالي. نعم، يعني كي تكون في واحد كاين مشكل لي زاسونسور سيد الوزير فيما يتعلق، نكمل نقول لك لي زاسونسور راني عارف طول هذا باش ما نطولوش، لكن خاطر لازم نهضر شويه على العمران. نعم نعم، مازال لي اسئله سيد الوزير. هنا الذي لا ارضاه هو لا ارضاه الشعب الجزائري بصفه عامه، ان من بعد ما يكون الحاله الناس يجوا يدير تحاليل، وكان كان القضيه اصبحت عامه، وان كل برنامج سكني هو بهذا النوعيه وهذه المشاكل. هذا خطا وانا اكذبه في النتهو. غير صحيح ان كل المشاريع، كاين الناس حتى قالوا ان كل المشاريع اللي تبنت راح تسقط. لا، لن نتكلم على كل المشاريع، يعني لكن مع الاسف كاين في كل عماره ممثل لعدل هادو اللي يقوموا بالتسيير، لماذا هما ما يبلغوش؟ يعني ما يبلغوش لهذا ان هناك. نعم، هذا الشيء اللي ساعات تغضب وزير وتغضب مدير. نعم، عام وتغضب، هذا الشيء اللي تغضب. لماذا تحصل على سكن وراه هو؟ وعلاه ما تقوليش حتى تجيني كاميرا؟ وعلى هذه قلت للاخوان كل الاعلاميين، نعم، ثم نشكركم لانكم الان راكم تقدموا في خدمه بالنسبه للقطاع، خدمه مهمه لتنوير المسؤولين، يعني يشوفوا الواقع. نعم، الحمد لله ونقوموا بها. الشيء الذي لا اريده هو الغلو في الحديث وتعميم الاشياء بصفه، يعني تقزم كل ما قام به القطاع او الدوله الجزائريه بصفه عامه كمجهودات لبناء السكنات وبناء هذه الاحياء. نعم، فقط في هذا الاسبوع راح يتشرعوا في تخصيص فيما يتعلق بعدل. نعم نعم، 7 مارس وكاله عدل ستبدا ب يعني ديسيزيون دافيكتاسيون دو لوجمون، قرارات التخصيص. نعم، بالنسبه ل 120 الف مكتتب على المستوى الوطني. نعم، نروحوا لنقطه واحده اخرى معالي الوزير، لا 1508. طبعا مشكل لا 1508، يعني من 2008 عندها 12 سنه. نعم نعم، 12 سنه هي القضيه فيها في كل والله ما هي سهله، يعني بصفه هناك عراقيل بيروقراطيه كبيره، كاين عراقيل بيروقراطيه على المستوى المحلي، كاين تصرفات مواطنين، كاين اشياء كثيره، اشياء معقده. نعم، 1508 هي في الحقيقه فكرتها هو ان الدوله الجزائريه لا ترضى بوجود، يعني هي منين جات 1508؟ هي جات نشوفوا في المدن ديالنا اننا ستنا شونتي، روحي تشوفي في كل مدن، في كل التجمعات، في كل مضرب، حتى في الريف، كل ما تشوفي في الجزائر وان الجميع راهو في صدد البناء، تصيبي البريك ويبني ومازال ما كملش الحديث. هل الغلطه تاع المواطن هنا معالي الوزير؟ لما يروح يبني بدون رخصه وبدون وثائق؟ طبعا اين الرقابه؟ لا اسمع، نعم، قبل من الرقابه، اولا كاين هنا انت راكي مواطنه. لا مواطن، لكن لكن لا لكن وعندك سيد الوزير هناك الرقابه. رقابه، نعم، كاين فيها رقابه مختصه. نعم، لما نشوفوا انسان صحيح يبني بدون وثائق. صحيح، هي لحقنا في نقاش كما هذا. اين شرطة العمران؟ نعم نعم طبعا. نعم، هي سهله هذا التعامل في الحديث سهل جدا. نعم، ان خليني ندير كما نحب، راقبني. مستحيل
المواطن ويسمع فيها. المواطن عنده واجبات، كما عنده حقوق عنده واجبات. ممنوع عليه يبني حتى في ملكه، حتى في بدون وثيقة، بدون وثائق، بدون عمران، بدون رخصة بناء، ممنوع عليه. هذه تراكمات، هذه تراكمات فترة معينة يعني. على عادي جات زراويت كانت التسعينيات، كانت هناك فوضى في العمران وفوضى في البناء. جاتنا زراويت كانت، جات بخمس سنين، ثم زدنا لها ثلاث سنين، ثم ثلاث سنين، وزدنا ثلاث سنين في كل مرة. اليوم العدد الإجمالي مئات الآلاف من مليون ونص ربما. لا 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 مدفوع عليه لا لا دوك نعطيك المليون. نعم. وشن هو مئات الآلاف من من. نعم. من الملفات التي أودعت على مستوى البلديات، عندها جزء أكثر من 50% يعني آي تي 30. نعم. قاموا بدراستها في الآلاف، مئات الآلاف هذه ليكيفالون لوجمون فقط. نعم. مليون و 300 ألف وحدة سكنية. يعني كانت يعني خارجه على النطاق. ما كانت عندها هذه راح تخلص، ما عندها حتى اوكين اكزيستنس جوريديك. اوكين اكزيستنس جوريديك يعني غدو اليوم رانا مزيانه درنا زيرو ويت كان سمحت لنا شويه بالمراقبه. نعم. نستعملوها في البطاقيه الوطنيه للمراقبه. اللي كان يكون فيها عدل. نعم. سينو واش معناها؟ ما عندك حتى اكزيستنس جوريديك، ما عندك تقدر تطلب عندك فيلا تاع فيلا تطلب سوسيال، تروح تطلب سوسيال ما عندكش. نعم نعم، وهذا الاشكال. الان زدنا لها ثلاث سنين، ولكن ثلاث سنين الا لمساعده الباقي من المواطنين الذين لم يدفعوا ملفاتهم. اهم شيء هنا ندخلوا في العمران. نعم. اهم شيء الان هو ان لابد على مراجعه قوانين العمران في البلاد. نعم. لابد من مراجعتها، لابد من نظره جديده. البرنامج او مشروع القانون الذي هو في طور النقاش وفي الاثراء تاخر كثيرا. يعني كان طرح منذ ثلاث سنوات يعني اعداد قانون التعمير. لازم نعطوا له وقته. العمران هو اساس الحضاره. صحيح. العمران شيء مهم جدا، لا وش عليه، نخلوا له وقته. احنا رانا نازلين حتى الى الولايات لمناقشه مختلف ما جاء في هذا القانون، الاقتراحات التي جاءت. عملنا مع حتى خبراء جزائريين هم مغتربين. استعملنا كل قدرات، حاولنا نستعملهم لبلوره قانون جديد ياخذ بعين الاعتبار قانون العمران والمرحلة الانتقالية، يأخذ بعين الاعتبار قانون المدينة، ويأخذ بعين الاعتبار زيرويت كنز. في هذا يكون عندنا قانون واحد إن شاء الله. نظن أن النقاش اللي راح نفتحوه، لأن فتحنا نقاش مع منتخبين، مع العديد من القطاعات، ولكن يبقى لابد يكون النقاش الى ابسط مواطن جزائري، لان العمران اذا ما نجحناش فيه ولا قعدنا بهالطريقه كل واحد يبني كما حب، ولا ما عطيناش الانسبكتور ديوربانيزم قدروا. نعم. وما عطيناش ستاتيو كوريكت. صحيح. هنا العمران تقدر توسي الفلسفه اللي تحبيها، لكن في التطبيق ما تكونش. ونظن ان العمران من بين الأشياء اللي تبين بها الدولة قدرتها وتحكمها على التيريتوار بصفة عامة. نعم. مصير السكنات اللي ما نقدروش اون لا ريغولاريز. خلاص. الهدم. لأن القانون يجي. كل طبعا إذا كنت فوق كاناليزاسيون دو غاز نخليك ما نخليكش، لأن السلطة العمومية عندها مسؤولية سلامة المواطن. سلامة المواطن. لكن رغم ساكنين منذ سنوات فوق هذا لي غازودوك والتويو ما كان حتى واحد يعطيك الاشاره الخضراء باش مستحيل. وثاني ما يجيش دوكا جو سي با 12 بوس ولا 20 بوس يروح يبدل عجل دار وحده، يبدل ندومونديو سون الغاز ولا سون اطراف جو سي با، يروح يغير مستحيل. غادي نديروه كيما هذيك الرسم المتحرك. لا نعم. هناك عده حالات لا يمكن لا يمكن تسويه هذه الوضعيه. عندما يكون واحد بنا في ملك الغير، كيفاش نسويها في ملك الغير؟ يعني نعطيك بعض الامثله. مستحيل. اذا بنا في الواد، كيفاش نخليه غدوه يجي الواد من بعد يعاود يخلوه. نعم. خليتوه. نعم. هذه كلها غلط. ولكن كاين اخرى. نعم. الحالات الاخرى من بين اكبر المشاكل ما تسوتش، ان هناك سكنات فوق اراضي زراعيه. نعم.
هذه ممكن لأنها موجودة أكبر الحالات أكثر هي فوق أراضي فلاحية. نعم لكن احنا كلمنا مع الإخوان خلاص تبنات يعني مشاركة لأراضي فلاحية حاصل دقتها. نعم. لازم تسويتها إجراءات تأخذ طويلة طويلة مهم هذه يمكن تسويتها يعني عاجلاً لابد أن تسويتها. نعم. المهم تكون في الربع الحالات ممنوعة. نعم. هناك أيضا مشاكل يكون فيها دفتر شروط. نعم. دفتر شروط الذي كان الأوريجين لا كونستركسيون دان لوتيسمون مثلا. هنا كانوا يقولوا في دفتر الشروط ار بلس 1 جاوا الناس قاعد داروا ار بلس 2. نعم هذه يمكن تسويتها. يجي يقول لك ما كاش واحد من العمران يمضي لك ولا لجنه تحت تمضي لك. هنا لازم تدخل في لاكان 08 تدخل في لاكان 08 لازم نعاودوا دفاتر الشروط لازم نخسبوا شكون يخلصها. نعم ودروك الثاني ما يتكلوش دائما الا على الدوله. لا يخلص كل بارتيكولي يخلصها. نعم نعاودوا دفاتر الشروط بصفه عقلانيه. نعم. طبعا باحترام لمبادئ العمران في المنطقه. نعم. بطبيعة. ونحلوا هذه المشاكل في انتظار ذلك تجينا ان شاء الله ومن بعد القانون الجديد نناقشوه ربما حتى نقاشات حتى في على مستوى البطوات كما هذه لان الموضوع تطرقنا لها كثير يهم كثير من المرات تطرقنا لها كموضوع وحده كموضوع وحده. نعم ويستلزم انه في كل مره نذكر باهم الملفات اللي لازم يدحى المواطن طبعاً. اجراء كيفيه يعني تنفيذ هذه الاجراءات اللجنه الموكله لها هذه العمليه صحيح. كل هذه النقاط يجب ان شاء الله يعني يكون عندها يعني تحسيس كبير لكل نعم. المواطنين. نسينا ما تكلمناش على الـ LPP يزافوا علينا جماعة الـ LPP سيد الوزير. نعم. LPP برنامج حقيقة يعني عنده خصوصياته جاي يعني الحمد لله برنامج كما نقولوا جميل جدا. قيمه 50,000 يعني. نعم. يعني كي تشوف يعني بالبرنامج كريم يعني لكن هناك من يشتكي من غلاء سعر السكن. هي برنامج الـ LPP هو نظن أن الدولة الجزائرية ببرنامج الـ LPP برهنت ما عدا سعر الأرضية. نعم. سعر العقار. نعم. أنه يمكن بناء سكنات وبيعها ب 90,000 دينار جزائري أو 106,000 دينار جزائري بكل الرسوم. من الممكن للمتر المربع. لماذا؟ نعم. لأن البرنامج بهذه النوعية راه حاليا يتباع 180,000 حبطناه 180 كان ب 350,000 حتى 400,000 نعم. دينار جزائري للمتر المربع يعني عندما جينا بهذا البرنامج زائد برامج عدل زائد البرامج الأخرى نعم. قدرنا نديروا يعني بعض التوازن ولكن مع ذلك يبقى الترقوي الحر شوية غالي جدا غالي ربما تاني نعطيه لهم غالي لأن العقار غالي تاني لأن الأرضية يشريها المرقي لكن فيه ما يقال أيضا المشاريع لا تكتمل لا تكتمل. نعم. فيها بعض المشاكل ولكن هذا يا أنظن الطريقة اللي بني بها نكون نقدر نبنو حتى المرقي الخواص. نعم. احنا قلنا الترقوي هذايا هو ما شحال استقام حقيقة في الإنجاز بكل الدراسات بكل الخدمات التي تابعت المشروع وقلنا كاين قاعدة واحدة يكون عنده أقصى نسبة فائدة هي 5% هاولك البرنامج يعني بسهولة يقول لي واحد غالي ولا ماشي غالي ولكن لكن هناك تسليم للمشاريع يعني. حقيقة زيد يحاسبوا إلى هل يتواصل المشروع؟ راح يتواصل؟ المشروع اللي لحد الان لازم نكملوا خاصه في الجي نعم. قاعد لنا في 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 في, في العاصمة لازم قاعد لنا بعض المراجم في لاكولين بعد هل ستواصلون هذا المشروع وماذا عن الجالية الجزائرية اللي بالخارج الجالية الجزائرية بالخارج انا نقول لك نعم. مع الاسف العملية ما نجحتش نعم. ما نجحتش هذه هي صراحة يعني. نعم ونحن احنا خصصنا الجالية مواطنين اولاد نعم. بلدنا وحتى ناس نحتاجوهم يعني ربما لانكم طلبتوا منهم انه يدفعوا بالعمله الصعبه ما نقدرش نطلبوا منهم يدفعوا بعمله اخرى نعم مستحيل لانهم لان الدوله الجزائريه ما تقدرش تتعامل بطريقه السوق السوداء نعم. مستحيل صحيح احنا قلنا لهم هم طلبوا على كل كانوا يحوسوا على الامان في شراء سكن هنا في الجزائر نعم. يعني أنا عطيت لهم الأمان الأمان هو يقول لك لازم نسحقوا مرقي عمومي ما نديروش ثقة كان الكلام هذا استقبلناهم ثانيا يكون عندنا اون اسيرونس تاع لي بروجي واش عطينا لهم؟ عطينا لهم 2200 لوجمون 2200 سكنة واجدة عبر مختلف الولايات نعم يعني في الحقيقة كاين تقريبا في 300 نظن كانوا عبروا على نيتهم
كاين تقريبا تنين اللي خلصوا اللي خلصوا لا توتاليتي وسكنوا وبداوا المشاريع يعني مع الاسف. نعم. وحنا حبسنا العمليه كنا ما حبسناش يعني ممكن انهم اللي يحب يكتتح منه طبعا مازالها متواصله هما هما كاين مواطنين اخرين ولكن بصفه عامه ال بي بي هو برنامج نظن نموذجي. نعم. يمكن التفكير غدوه في في برنامج يماثله. احنا لازمنا المرقي العقاري الخاص والعمومي في سبعة عامة اذا حسب كلامكم اكثر في حسب كلامكم اخر العمليه تتواصل ما نزيدوش نطلقوا مشاريع اخرى للبي بي احنا حتى نكملوها. نعم. نقيموا العمليه اذا كان هناك طلبات اخرى راح نتواصلوا. نعم. اذا كنت لان نعم. العمليه هي في الحقيقه عمليه تجاريه. نعم. والام بي راح يسلف دراهم من البنوك اذا كانت البنوك مع برامج البرامج هذه راهي يدفع المواطن طبعا يعني المواطن يدفع المكتتب يدفع لا توتاليتي يدفع لا لا سمع. لا في الديبي وبعد باش يسكن يدفع لا توتاليتي عن طريق البنك دراهم. نعم. وباش تلفي لازم ترمبورسي. ايه هذه نعم. كلها باختصار 60 مليار دولار صرفت خلال حوالي 20 سنه على قطاع السكن. هناك نتائج لا يمكن ان ننكرها سيدي الوزير. يمكن ان اقول اكثر ربما اكثر لا يمكن ان ننكر انه هناك يعني قطاع السكن انتعش بشكل ملفت للانتباه. يبقى المشكل مطروح، هل يعني المليون وحده سكنيه راح تحل مشكل السكن بالجزائر في الخمس سنوات المقبله كما وعد به رئيس الجمهوريه؟ شوفي الاخت ورده. نعم. هي كلها في تعريفاتها. نعم. ديفينيسيون. لازم نطلع عليك سؤال نعاودك سؤال نقولوا ما هي ازمه السكن؟ لازم نحدوها مشكل توزيع. نعم. مشكل تسيير. نعم. وقتاش نقولوا عندنا ازمه سكن؟ في وقت من الاوقات قلنا يكون عندنا مشكل سكن كي يكون طلبات تاع تقعد 10 سنين كيما صارت عدل واحد سيد الوزير. العدل واحد كان نقول لك ما نشحب نغنن ولكن نعم. هناك من تحصل على سكنه مؤخرا يعني من 2001. 2001 هو طالب سكن. نعم. ده ما كان طالب سكن خلصوا لا لا لا, لا. ما كان واحد خلص في 2001 ودا سكن تاعو في 2016 و2000 ما كانش منها. هما كانت طلبات وكانت عد في ذلك الزمان لانه المشروع توقف يعني هذا ما كان ولكن توقف. ما خلصوا والو. نعم. ما كانش واحد خلص وقعد هذه غلطه معلومه غلطه ما كانش منها. كانت فيها أنا لا طلبات. أعرف الملف جيدا لكن أظن أنه الناس خلصت لا 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 لست مليون الأولين السيد الوزير ما خلصوا اللي خلصوا كلهم سكنوا سكنوا البرنامج فيه 55,000 سكنوا واش من سنة قبل آخر 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 برنامج كانت فيه 600 سكن نظن أنا حضرت فيه كانت فيه الله الله أعلم في تيبازا سكنوا لكن بعد 2013 قوامه 55,000 سكن. نعم. هما طبعا الطالب نعم. كان في 2001 يسموه 2001 احنا قعدنا معليش كل واحد نسعفوا بعضنا سميناه 2001 اليوم كملنا مع 2001 ولكن نعم كملنا كاع سكنوا 2001 الا اربع ولايات. نعم. العاصمه لا, لا 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 العاصمه كلها نعم. العاصمه كانت فيها الا بوينان هذا نعم كان بجايه نعم بجايه مع الاسف حتى المواطنين عرقلونا لان كانت فيها صبنا الحلول بالنسبه للطاقه صبنا الحلول بالنسبه للتهيئه اراضي خاصه لا 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 ماشي اراضي خاصه. نعم. هي كانت بجاية عندها مشكل عقار كبير. نعم وي يعني كل العقارات خاصه هذا لا لا عقار نعم. تاع الدوله ما فاهم الولايه بجاية دارت لنا قطبين حضريين. نعم. واحد في واد غير. نعم. واحد في سيدي بودره. نعم. يعني هاتين باش نديروا المشاريع لان بناء بجاية ما صابوش ما صبناش وين نبنوا. نعم. بناء بجاية السكنات واجده. نعم. عندنا تقريبا في واد غير 16,000 سكن. نعم. ما نقدروش نستعملهم منهم سكنات مكتتبين عد 2001 2002 هو الهرم المساكن اللي يستناو حتى نكملوا التهيئه. اين الاشكال؟ التهيئه كانت فيها التهيئه وكان فيها معارضه وكان فيها المواطنين سوء تفاهم بين بلديه واد غير. نعم. وبلديه هل هناك بجايه لان بلد بجايه كاين واحد سكنات يعني في 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 حاله يرثى لها عندهم اولويه باش يسكنوا في واد غير. نعم. كان جاوا صحاب يعني هذه هي. نعم. الانانيه المفرطه يعني مشاكل موجوده في كل الولايات في كل الولايات. نعم. الان المهم حل المشكل هذا السنه ان شاء الله يسكنوا ان شاء الله. عندنا تخير في ولايه ورقله هم يسمعوا فيها الاخوان تاع ورقله لان كانت نظامني دونك الطاقه والحمد لله وصلت. عندنا في المنيعه
نعم. وخاصة في حاسي القارة، 50 ساكن في حاسي القارة و 50 ساكن في هذا مكان عنده أيضا مشاكل طاقة. عندنا أيضا في جيجي، هذا هم الولايات اللي تأخروا فيهم عدل 2001 و2002 كما سموهم أو عدل. نعم، المواطن اليوم يقول أنه لمكتتب في 2013 يقول لا أريد أن ألقى مصير من اكتتب في 2001 و2002. هل يمكن أننا نوعد المواطن أنه مش رح يستنى كما انتظر مكتتبو 2001 و2002؟ شوفي، المكتتبين عندنا 560 ألف وحدة سكنية بالنسبة لصيغة عدل. نعم. منها تقريبا 80 ألف وحدة سكنية بالنسبة للمكتتبين 2001 و2002. نعم. البقية كلها 2013. نعم. 128 ألف وحدة أسرة جزائرية سكنت في. نعم. في برنامج عدل سكنت خلاص. نعم. 150 ألف وحدة سكنية راح يسكنوا فيها هذه السنة. نعم. المستقبل راح يكون الانتهاء من العديد من البرامج. 120 ألف وحدة سكنية راح نعطي لهم تخصيصات، يعني لحقول 70%. نعم. إذا حكمنا هذه الأعداد راح يتصور روحك في 560 ألف، أنا تقريبا نلحقوا في السنوات القريبة القليلة القادمة نتهناهم كل البرنامج. ما تنسوش باللي أن برنامج عدل ما تسجلش كله في 2013. نعم. الناس يظنوا ابتداء من 2013 بدينا في. نعم. 2013 50 ألف وحدة سكنية. نعم. آخر جزء على الأقل 50 ألف. أنا جزنا قلت لك 128 ألف سكنوا. نعم. وراي 50 ألف 128 ألف أسرة سكنت. باختصار عندنا في 2019 آخر حصة سجلت 90 ألف سجلت في 2019. عندنا ايضا لازم نحلوا مشاكل العقار الباقيه، المشاكل. نعم. الباقيه في العقار ان شاء الله كل ولات مجندون لحل هذه المشكله العقار واسترجاع وين كانت السكنات الهشه لاسترجاع الاوعيه العقاريه لبناء سكنات عدل. نعم. لان ما عندناش حلول اخرى بالنسبه خاصه لوسط الجماعة. نعم. ما عندناش حلول اخرى. صحيح. ان شاء الله نظننا مع كل هذا الارقام اللي اعطيتها وكل هذا البرنامج نظن أنها تبرهن على حسن نية الجميع. نعم. وأن الأمل باقي ولازم يبقى المواطن الجزائري اليوم لازم نبنيه الأهم. نعم. كلام نكمل به. نعم. ربما أهم شيء ولازم نبنيه جزائر جديدة هدية. هذه الجزائر الجديدة جديدة جزائر صراحة وجزائر شفافية وجزائر العدالة. الصراحة والحقيقة والحقيقة. نعم. الصراحة والشفافية والعدالة حلوة مرة. صحيح. لازم المواطن الجزائري يفهم حلوة مرة، حلوة اللي يحوس على العدل ومرة اللي يحوس على الغش راه يكون عليه مرة. تجنيد كل القطع والقطاعات الأخرى. نعم. ما راناش وحدنا، سنواجه كل من يحاول الغش وإحباط معنويات المواطنين بهذه الطرق الغير أخلاقية. في نفس الوقت سنعتني بكل طبقات الهشاء كأولويات القطاع في ميدان السكن. نعم. شكرا سيد الوزير. العفو. نشكرك جزيلا على تلبية دعوة برنامج الحوار الاقتصادي والدعوة برنامج ودعوة التلفزيون الجزائري. نذكر فقط أنه الوزير أكد لنا أنه هناك 450 ألف وحدة سكنية بمختلف السياق ستوزع خلال سنة 2020، رقم كبير سيحظى بمرافقة برنامج الحوار الاقتصادي بإذن الله طيلة هذه السنة. شكرا لكم معالي الوزير مرة أخرى. وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج الحوار الاقتصادي. يمكنكم إعادة مشاهدة البرنامج على صفحات التلفزيون الجزائري الظاهرة أسفل الشاشة. أطيب المنى، نلتقي في عدد المقبلين بحول الله. دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.